لحم في حته والعظم في حته. احنا هنكركحنا نشخرط بس عدو كده. اللعبه بقى عن مكشوف وسعد اعلن علينا الحرب واحنا مش هنسكت. لازم نقدره ونعمل معاه الجلاشه. هنربيه وهنوريه النجوم في عز الظهر. ده احنا هنشخرمه، هنشبحه ضربه ونسلخه سلخ، هنقلعه سلبوده ونضلو عليه ميه ساقعه. لا نربطه من دراعاته ورجليه وكل واحد يشد من ناحيه لحد ما يتقطع كده. او ممكن نسخن زيت نخل ونحط فيه رجليه الشمال. مال قلبك رايف علي كده ليه؟ بقولك عايزين نعمل معاه الجلاشه. خلاص يبقى نزود الزيت ونحط فيه رجليه الاثنين ونخلص بقى. عايزين نستوي.